ارقد في سلام يا سامسونج. ارقد في سلام يا تلفزيون مش عارف ايه. ايباد ادي موبايل كمان. ده موبايل ابل، معرفش ده موديل كام، انتوا اللي عارفين بقى ده موديل ايه. ده يعني شكله موديل جديد، هنشوف بقى ايه، بيفتح ولا بيفتحش. برضو كام ايباد لقيناه كده النهارده؟ ادي واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، وابو كفر اهو، سته، سبعه، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12 ولا 13 مش متذكر، ولا انتوا اللي عادين بقى. وايه؟ وده اللي شغال، وده شغال، وده شغال، وده شغال. معلش بقى يا جماعة استحملونا من اللي بشوفه والله العظيم في مقالب الزبالة في اوروبا، من اللي بشوفه. مرحبا بكم كلكم في فيديو جديد. النهارده احنا بنصور مقلب جديد للزباله في اوروبا، لكن هنا في مدينه صغيره جدا ما فيهاش جامعه، ما فيهاش مستشفى، ما فيهاش حاجات كثيره جدا، ولكن فيها مقلب زباله. تعالوا نشوف مقالب الزباله في اوروبا عامله ازاي، يلا بينا. الاوروبيين بيرموا اكتر من 40 مليون موبايل، 25 مليون تلفزيون، 20 مليون كمبيوتر، و12 مليون لابتوب، 9 مليون بلاي ستيشن، ده غير الكترونيات تانية كتيرة في الزبالة سنويا. واكتر من 97% من الحاجات دي بتبقى شغالة زي الفل وما فيهاش اي عيب ولا حتى خدش. وفي الاخر كل الحاجات دي بتتكسر وبتتدغدغ تماما في المفارم عشان يتعمل لها اعادة تدوير عشان يحافظوا على البيئة. التلاجات والغسالات والبوتاجازات والحاجات الرائعة اللي هنا، بس حالا الراجل اللي ورانا ده منزل الغساله دي، قلنا له معلش لو سمحت ما تكسرهاش لغايه ما نوري للناس. هو ما رضاش يطلع في الفيديو، لكن سالته هل في اي مشاكل؟ قال لك ما فيهاش اي مشاكل تماما. هو جاب واحده جديده، دي بقى لها عنده سنتين وبيغيرها عشان خاطر ياخد واحده ثانيه حالتها زيرو بالستيكر. يعني بص الاستيكر عليها، بص المنظر، بص ورميها، حاطط فيها الوصله، يعني بص لانج وصله لانج، ما فيهاش حتى خدشه، ما فيهاش اي حاجه. الباب بتاعها تمام، ما فيش اي مشاكل فيها تماما. وبصوا المنظر، وجديده لانج. بصوا ليه يا عمي؟ عشان جبت واحده جديده اهو. واحد جاي ينزل تلاجته، قلنا له معلش عايزين احنا ننزلها مكانك، سابها لنا ومشي. التلاجه فيها ايه؟ ما فيهاش اي حاجه، جاب واحده جديده. نبقوا نشوف التلاجه من جوه. ادي التلاجه جاي يرميها، فيها ايه؟ ادي التلاجه اللي جاي يرميها، فيها ايه؟ حاجه كده. ده طول اليوم، طول اليوم. تعالوا نبص على بقيه الغسالات، الاطباق مثلا، التلاجات. بصوا المنظر، التلاجه اللي هو فريزر، ده مش تلاجه، غسالات اطباق. ادي غساله ميلي، دي ميلي ماركه غاليه جدا، وادخلوا اعملوا عليها جوجل وشوفوا دي بكام اللي جايين يرموها كده. غساله تانية اي جي، بص يا باشا برفوفها، ده حاجاتها مش مثلا بتخبط بتعمل دي بميتها، ده لسه جايه طازه مرميه. بصوا المنظر، وايه رامينها كمان، بص رامينها بالعلبه بتاعت الحاجات اللي جواها، وبطبق نسوه جوه، يعني عادي كانوا بياكلوه ونسوه عادي، بيجي يرمي. جبت ليه يا ابني ده؟ عشان خاطر جبت واحده جديده. تلاجات تانية، تلاجه تانية. بصوا المنظر، فريزر، ده كمان مش تلاجه، ده الفريزر اللي هو انتي فروست، ده ما بيعملش تلج. بصوا المنظر، حاجه يعني ورا تاني وتاني وتاني مثلا. وده كل يوم، كل يوم الكونتينرز دي بتتملي مره واثنين وثلاثه، ويكسروا ويدغدغوا، ويلا واحد اثنين ثلاثه، وكده طول اليوم. شاشه كمبيوتر سليم، ادي شاشه تانية، ادي شاشه ثالثه.
الموضوع موقفش بس على الإلكترونيات، ده حتى عجل العربيات معظم الناس بتغيره كل سنة عشان تقليل الحوادث والحفاظ على البيئة، فبيرموه هو لسه بشوكه. العجل هنا حتى بيرموه في الزبالة بالجنط بتاعه، تخيلوا ده ليه تترمي؟ يعني عجلة زي دي ليه تترمي بالجنط بتاعها؟ بصوا المنظر بالالوان بتاعتها لسه ما راحتش، شايف المنظر بتاعها عامل ازاي؟ حاجه يعني بجد مش ممكن. ادي العجله الناحيه الثانيه، يعني هو رامي الاربع عجلات تقريبا بتاعته، ادي نفس الكلام بجنطها بالالوان بتاعتها، حاجه غريبه جدا. شوفوا كام، يعني دي بس الحاجات دي النهارده، شوفوا بقى كل يوم نفس الكلام ده، وبييجوا يروحوا فاصينه ويروحوا تاني وتالت ورابع في اليوم، يمكن شوفوا بيملوا كام كونتينر. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حجاجوفيتش، تعملوا فولو طبعا صفحتنا الرسمية على اليوتيوب حجاجوفيتش، تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. صفحتنا على الانستجرام فيها صور وفيديوهات حصرية مش موجودة في أي حتة تانية. أشوفكم على خير بإذن الله في حتة تانية كتيرة جدا. أحمد حجاجوفيتش، سلام.